وللمزيد أكثر حول أزمة المناطيد الصينية في أمريكا وردود الفعل المتوقعة من بكين بعد إسقاطها، ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان أستاذ القانون الدولي الدكتور رحيم الكبيسي. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. بالون بهذا الحجم كيف يمكن أن يخترق الأجواء الأمريكية برأيك؟ ألا ترى أن هناك ثغرات في الدفاعات الجوية الأمريكية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لكم وتحياتي لمشاهدي قناتكم الأعزاء. حقيقة نحن نعيش أجواء شبيهة لأجواء الحرب الباردة، خصوصا المنطقة الآن ملتهبة في كل مكان، يعني الحرب الروسية في مواجهة الاتحاد الأوروبي وليس أوكرانيا فقط، يعني كان حرب الاتحاد السوفيتي سابقا، المعسكر الشرقي والمعسكر الغربي، وما حصل قبل ذلك على الساحة العربية من المسؤول عن ذلك، بتدمير العراق، تدمير سوريا، تدمير اليمن، تدمير ليبيا، والحدث على الجزائر. يعني خلال اليومين الماضيين أو الأيام الماضية ما الإعلان عن المنطاد وثم ذلك إسقاط المنطاد أثار كثير من اللغط الحقيقة، يعني منطاد بهذه الضخامة ينطلق من أجواء الصين باتجاه كندا ثم باتجاه الولايات المتحدة الأمريكية، يعني أكثر من 10,000 كيلومتر قطع هذا المنطاد. نحن نعرف المنطاد ليس شيئا حديثا وإنما شيء قديم، ويسير هذا بقوة الرياح وليس بقوة ثانية، يعني ونعرف الآن طائرات بدون طيار ونعرف أقمار صناعية. هل هذا البالون فعلا الذي قطع هذه المسافة للأبحاث العلمية أم أن له غاية أخرى؟ الصين يقولون هو للأبحاث العلمية في مجال البيئة يطير على هذا الارتفاع وقد ضل السبيل، وبالتالي لا داعي لهذه الظنانة التي قالتها الولايات المتحدة الأمريكية. الأمريكان يقولون وكثير من الوكالات أن هذا المنطاد تجسس. طيب هذا اخترق الأراضي، يفترض قبل أن يخترق الأراضي الأمريكية الأمريكان لديهم حزب أمني في هذه الحالة، وبالتالي يتصدون لهذا المنطاد إما بإسقاطه أو محاولة جره إلى أماكن. هم تدرعوا بأنه لن نكون قادرين على إسقاطه، لأن الإسقاط سيكون خصوصا بضخامة 3 حافلات على منطقة معينة يمكن أن يسقط على السكان. نعم، ولكن الصين هنا أرادت أن تخفف من حدة إسقاط هذا أو دخول المنطاد إلى الأراضي الأمريكية بتبرير أنه كما ذكرت لأغراض علمية ولأغراض بيئية. هل إقالة مسؤول هيئة الأرصاد في الصين يعني كافي من أجل يعني تبرير أو إقناع أمريكا بأنه لأغراض بيئية؟ يعني هذا كبش فداء، يعني ربما باستمرار عندما تفشل مهمة معينة تحمل لشخص معين في المجال المدني وفي المجال العسكري وفي مجالات عديدة، وليس الصين بعيدة عن هذا الأمر لكي يقودوا أنه هذا إذا كان المنطاد يطير ليس بقوة دفع معينة وإنما بالرياح والأجواء المناخية يجب أن تكون على دراية. أنت الآن في تركيا وتعرف أن اليوم أكثر من 200 طائرة لم يسمح لها بالتعليق نتيجة الأجواء المناخية. إذا الصين على دراية بالأجواء المناخية التي يسير فيها المنطاد ابتداء من خلال 10,000 كيلومتر إلى أن تصل على مونتانا، لكن هم يقولون هذه الولاية التي حلق فوقها المنطاد تحوي منشآت نووية وتحوي قاذفات قنابل استراتيجية، وهم يخافون أن هذا المنطاد قد التقط هذه الصور لهذه المنشآت وبثت. لكن أنا أتصور يعني هم هذا كما قلت الحقيقة أن هذا الخرق للأمن الأمريكي ورد الآن. من قال لك أن هذه الصور التي التقطت لم تبث مباشرة للقاعدة التي انطلق منها الـ منها الـ منها المنطاد؟ يعني أرسلت إلى 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 الصين دون أن لأن الصين يجب أن تكون على دراية سواء كانت للأبحاث العلمية أو لغير الأبحاث العلمية إذا كان هذا المنطاد يمكن أن يستهدف وبالتالي يمكن أن يسقط.
لأنه هي تحاول أن تختلف، ونحن نعرف أن كل السيادة الجوية في كل دول العالم سيادة جوية وسيادة أرضية، هذه ما فكرة السيادة، والأمريكا هي التي تتحكم في الفضاء أكثر من دول أخرى. ولكن هذه في تصوري أن 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 رسالة تحذيرية من الصين إلى الولايات المتحدة الأمريكية أنكم تعرضون في المياه الإقليمية الصينية في بحر الصين وفي تايوان، ومناورات عسكرية مع أمريكا الجنوبية ومناورات عسكرية مع اليابان، نحن نقول لكم قسم. طيب، هنا أيضا كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن تقرير سري تم تقديمه إلى الكونغرس سبق أزمة المنطاد، يقول أو يتحدث عن احتمالية استخدام أعداء أمريكا لتكنولوجيا جوية متقدمة للتجسس على البلاد. هل تحتاج الصين إلى منطاد التجسس على أمريكا، ولماذا برأيك؟ لا، هو حرب التجسس موجودة في هذه الدول، خصوصا الدول المتقدمة، يعني نحن بعيدين كل البعد. هذه الدول التي لها من التقنية الكبيرة ما تستطيع أن تتحكم في كل صغيرة وكبيرة على مستوى العالم، وبالتالي الصين لا تحتاج. الصين الآن اخترقت الجانب الاقتصادي الأمريكي اللي هو أهم من الجانب العسكري. الصين الآن اخترقت الجانب الاقتصادي في كل دول العالم. أنت تعرف أن 86% من مكونات الأدوية، هذا قرار وزير كلام لوزير الصحة الفرنسي، 86% من مكونات الأدوية جميعا أصلها في الصين. أصلها في الصين. ونحن نقول حتى نتذكر جيدا الكورونا والمشاكل التي أثارتها في العالم، والصين لم تعاني كما عانت بقية دول العالم من هذا، لا اقتصاديا ولا صحيا. الصين لحد الآن سيطرة كاملة على هذا الوباء، وبالتالي إذا المسألة ليست فقط في الجانب العسكري، هم يتجسسون لمحاولة انهيار دول من الناحية الاقتصادية، والدولة التي تنهم من الناحية الاقتصادية لا يشفع لها ما تملكه من قوات عسكرية أو من قادسات الخلاء. دكتور رحيم، هنا الصين تؤكد على حقها في الرد في إسقاط المنطاد، هل تتوقع رد مباشر من الصين على هذه الحادثة، أم ربما تكون تايوان هي الهدف المقبل؟ يعني الصين لن تسمح ببقاء تايوان هكذا، خصوصا أن هناك محورا يتشكل أو قد تشكل فعلا، محور الروسي، محور الصيني، محور الهندي، محور البرازيل، ومحور جنوب أفريقيا. هذه الدول الآن تمثل ثقل على الساحة الدولية من حيث الكتلة البشرية ومن حيث قوة العمل، وبالتالي هؤلاء يستطيعون أن يخلقلوا النظام الدولي. شوف، خلال الحرب الروسية الأوكرانية، الآن أوروبا تعاني معاناة من الناحية الاقتصادية، إضرابات متكررة في فرنسا، إضرابات متكررة في بريطانيا، هناك خلل تضخم في هذه الدول، ستعاني كثيرا ألمانيا، ستعاني، هو أقوى اقتصادين في أوروبا الاقتصاد الفرنسي والاقتصاد الألماني بدأ يتضعضعان، وبالتالي أمريكا دفعت أوروبا إلى الأمام تكون خط الدفاع الأول في مواجهة الروس، وهم يدعون أنهم يقفون بجانب أوكرانيا ضد روسيا. من عمان أستاذ القانون الدولي الدكتور رحيم الكبيسي، شكرا جزيلا لكم.